أهلا وسهلا بالمشاهدين، نواصل مدنا المباشر أولى المساحات الحوارية. أبدأ حديثي بأبيات المتنبي التي يقول فيها: أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه، مرورا باهتمام ضيفي بلغة الضاد التي بلغت مراتب عليا في انتشارها لهيبتها والانتشارها، ولأنها هي حية على هذه البسيطة ما حين، يعني وصولا ومستقرا بأبيات معروف الرصافي الذي قال: الرمت عيشا ناعما ورقيقا فاسلك إليه من الفنون طريقة. إذن طريق ضيفي الكريم مرصوب بكثير من الإبداع. أرحب مباشرة بالأستاذ شول دينغ، الكاتب والمثقف والناقد الجنوب السوداني الحاصل على ماجستير اللغة العربية. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا، صباح النور، وأهلا المشاهدين الكرام. أنا سعيد صباحا لأنك تكون معنا اليوم. والله أنا أكثر سعادة، عشان أنا طولت من الميكروفون وسعيد عشان أنا على شاطئ النيل. يا سلام. فالآن أترسم يعني هواء النيل البارد في هذا الجو الجميل اللطيف. الله يجزي خير. أستاذ شول، أنا بديت حديثي بأبيات المتنبي، قال: أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. بما أنك كاتب وناقد وما شاء الله إبداعي يمشي على قدمين، سؤال مباشر: هل هذا الكتاب هو خير جليس في الزمن ده؟ والله طبعا كان هذا في الزمان السابق، والكتاب بشكل من أشكال، إذا كان هو كتاب بالشكل المعروف هو خير جليس، ولكن في هذا الزمن الذي يعني كثرت فيه القنوات والسوشيال ميديا، ما أعتقد إنه الكتاب ما عاد يعني هو خير جليس، ولكن قيمته بأكثر من كل القيم الفكرية والأيديولوجية التي يتلقاها الناس اللي بيصفحوا السوشيال ميديا وبيصفحوا القنوات الأخرى. فأعتقد الكتاب لا زال ينافس رغم كل القنوات الكثيرة. يعني يا سلام. طيب، هو خير جليس لك أنت لزمن من الأزمان، متين أنت جالست الكتاب؟ والله هو يعني تاريخيا طبعا منذ أن ارتبطنا بالدراسة، ومن ثم يعني كنا نميل كثيرا حسب تأثير أساتذتنا، نميل للكتب الفكرية والكتب اللي بتتحدث عن قضايا غير أكاديمية، قضايا فنية، قضايا اجتماعية، قضايا يعني اللي بتشجع الإنسان على قفز فوق المشاكل اللي هو بيعيش فيها. يا سلام. ومن المنطلق ده يعني أنا كنت أخذت عنوان لعمود كنت أكتبه في السودان الحديث، جريدة السودان الحديث، فوق الحواجز. يعني الكتاب يساعدك على كيف تقفز فوق المشاكل التي تحيط بك. نعم. من يقرأ يرى ضعف ما يراه الآخرون يعني. طيب أستاذ شول، قبل ما ندخل معك لمحاور تانية، ما شاء الله أنت موسوعة يعني في الثقافة، برضو في جانب الموسيقى، في العلاقة ما بين البلدين، يعني شعب السودان نحترم سيادة البلدان، يعني نحترم جنوب السودان بسيادته وبعلمه وبنشيده، ونحترم شمال السودان أيضا والسودان أجمع بسيادته، لكن هي الروابط مشتركة وروابط كبيرة. نعم، فرقنا الانفصال لكن تظل الوحدة فينا ما حيينا. فقبل ما ندخل معك لتفاصيل الحوار أكثر، يعني قدر كيف أنت هسه بتشوف بمنظورك بزاوية شوفك العلايق المشترك ما بين الجنوب والشمال، هم شعب يسكننا ونسكنه أيضا يعني. والله العلاقة التي تربط بين الجنوب والسودان على مستوى الجماهير وعلى مستوى الشعب علاقة قديمة جدا، بترجع لما قبل الغزو التركي 1821 للسودان، حيث أصبح السودان دولة واحدة في خارطة سياسية واحدة، ومن ثم تبدت العلاقات تنشأ بين الناس، بزاد عبر التجار وعبر الموظفين الذين كانوا يبعثون إلى جنوب السودان، ومن ثم الجنوبيون أصبحوا ينتقلون للشمال بحثاً عن العمل وعن التعليم. فإلى أن ظهرت الإذاعة السودانية،
يعني استطاعت الإذاعة أن تربط الودان ما بين الجنوب والشمال وكذلك الجهات السودان الأربعة، وأعتقد بأن هذه العلاقات هي قديمة ولا زالت حتى هذه اللحظة. يعني كبار الفنانين لا زالت أغنياتهم يعني تعشش في ودان شعب جنوب السودان، وحتى اللحظة يعني كثير من الفنانين الشباب يذهبون لإقامة حفلات في جنوب السودان. معنى ذلك أثر الأغنية السودانية والموسيقى السودانية في وجدان شعب السودان هو كبير. كذلك حتى الفنانين الجنوبيين الذين يعني كانوا يبثون أغنياتهم عبر إذاعة أم درمان في ركن الجنوب، يعني الموسيقى الإفريقية كذلك عبر الجنوب، وأغنيات الجنوبيين اللي كانوا بيقدموا أغنياتهم لها كذلك تأثير في بعض ما بقول يعني في بعض المجتمعات في السودان. طيب امتدادا لحديثك أستاذ شول دين، أنت تكلمت عن الفنون وتكلمت عن الموسيقى اللي بتساعد في توحيد وجدان الشعوب والأمم. مرات الفنون والتواصل الشعبي يفعل ما تفعله السياسة، لأن السياسة تفسد أحيانا ولا تصلح على حسب المصالح المشتركة يعني ما بين البلدان. في أي مدى ممكن نقول إنه الروابط المشتركة دي الموسيقية ممكن توحد لنا الوجدان الآن وتبعد كثير من المشاحنات بيناتنا يعني؟ وطبعا الموسيقى يعني علم عالمي، لغة عالمية، يعني بتوحد بين الإنسان وإنسان الآخر. ولذلك السياسة بعتقد إنها ما بتلعب دور سلبي في هذا الاتجاه، اتجاه تاعت توحية الوجدان، يعني الوجدان الإنسان مشترك. صحيح. لأنه مصدر الإنسان ذات هو خالق وحيد. صحيح. لكن التأثير الذي يحدث بالنسبة للتذوق هو هي البيئات التي تؤثر في الإنسان. طبعا التذوق بيكون مربوط بأشياء معينة، بصور يعني طبيعية، بجو، بأجواء، بأنشطة اجتماعية، وبالتاريخ. ففي هذه الدائرة الواسعة بيكون في تأثير لموسيقى أكثر، لأن الموسيقى والفنون بتستهدف الوجدان الإنساني داخل. وبالتالي يعني بيكون في استجابة وبيكون في طرب. وعشان كده الفنان مهما كان يعني بيلعب دور إيجابي في خلق وتوطيد العلاقات بين الناس اللي بيتلقوه يعني. فعكس السياسة، السياسة طبعا تكون مربوطة بأشياء. صحيح. يعني بعيدة عن الوجدان بتاعت الناس. صحيح. أنا اختصرت المقدمة أستاذ شول عشان الحديث يكون ماتع ونقدر نفصل أكثر، لأنه لو حاولنا نفصل في المقدمة بما أنك اهتمامك بالموسيقى واهتمامك بالثقافة واهتمامك بالأدب أيضا واهتمامك بالجانب السياسي بزاوية شوفك، لو تكلمنا عن اختيارك للغة العربية كعنوان رئيس، كمرجع رئيس، كدراسة أولية في حياتك المهنية والعملية، لماذا اختار أستاذ شول دينغ اللغة العربية ليعبر بها جسور المحبة والتواصل يعني؟ هو يمكن الاختيار جاء نتيجة للتأثير تاع الأساتذة الذين كانوا يدرسون اللغة العربية، بدءا بأستاذنا صديق اللي كان مدير بتاع مدرسة جيجر الأولية. هو هذا الأستاذ، طبعا في مراحل الأولية زمانك كنا فقط نعرف اسم الأستاذ، أستاذ فلان. هو صديق كان ناظرنا في جيجر الأولية، وهو من أهل الرفاعة. هذا الرجل الرقيق المهذب الذي كان ينقلنا إلى أزقة اللغة العربية بعبارات مبسطة وبخيال، فقربنا إلى لغة العربية. عندما ذهبنا امتحنا للوسطى بطبيعة الحال، إحنا طبعا ما صغار الحمد لله، إحنا آخر ناس اللي امتحنوا للوسطى سنة 69، وإنت كنت طبعا في رحم الغيب. فهناك في بور الوسطى يعني درسونا أساتذة كبار. أذكر دائما أستاذنا كمال الدين عجيب من أهل حلفاية، أنا أحييه عبر هذه الحلقة أو هذا البرنامج، أحييه
لا إن شاء الله ربنا يمتعوا بصحة وعافية، هم ديل اللي حببوا لنا اللغة العربية. وأستاذنا برضو الياس من رفاعة، فأعتقد إنه التأثير لاختيار كان من خلال هؤلاء الأساتذة. نعم. طيب، اختيارك للغة العربية ما فقط حنين لا ينضب ودفق لا يتوقف، أنت اخترت مسمى عنوان رئيس إنه اللغة العربية ولغة الدينكا. الروابط شنو القواسم المشتركة ما بين اللغتين؟ هي ما في روابط مشتركة، ولكن الاحتكاك والتعايش والتجاور ما بين اللغتين حسب المواطنين، يعني حصل انتقال لمفردات اللغة العربية للغة الدينكا، وكذلك مفردات من لغة الدينكا للغة العربية، يعني حصل ما يسمى ب ناس اللغة بيقول أكل، ناس الثقافة واللغة بيقول أكل شريشن، اللي هي تساقف، يعني اللغات دي ولا هي بتستلف زي البشر، يعني أنت الحاجة ما بتملكها بتستلفها من الآخر، يعني بيكون في التبادل. عشان كده نتيجة للاحتكاك ما بين المجتمع العربي تجاوزاً يعني العربي بمعنى المتحدثين باللغة العربية والمتحدثين باللغة الدينكا، يعني حصل تبادل وفي كلمات انتقلت، وبالذات كان في تأثير على مستوى الصوت، فأنا ركزت على الصوت في الكلمة منتقلة من لغة العربية للغة الدينكا. مثلاً لو قلنا القطار، لا يوجد قطار في 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 منطقة الدينكا أو في الجنوب، ولكن جاءت كلمة قطار إلى مجتمع بتاعت الدينكا فأخذوا قطر. قطر. أيوة. يعني طبعاً هم بيقولوا اللي هو ط غير موجود في لغة، يعني في لغة الدينكا في أصوات غايبة، وبالتالي حل محل ط ت، فبدل قطر ولا قطار أصبح قطر. قطر. أيوة. وفي أشياء أخرى يعني. يا سلام. من هذا القبيل. الشيء المشرق أستاذ شولدين إنه ما اهتميت فقط باللغة العربية كجانب مكتوب يعني يدرس وينشر للأجيال، فإنما باختلاف وسائل التواصل واختلاف الإعلام الحديث في تدوين دائما في البودكاست، يعني عشان الناس تقدر تسمع وتفرق، ولأنه البلدين مختلفين وهم متوحدين لكن في شكل النطق، فأنت سهلت لهم كثير، فتسهيلك لشعب جنوب السودان من خلال نقل اللغة العربية والمشترك ما بين لغة الدينكا، أنت برأيك هو ساهم إسهام كبير جدا في معرفته؟ يعني هو ما شعب جنوب السودان، شعب السودان ما شعب جنوب السودان، شعب بتاع الدينكا هاي مجتمع صغير بتاع الدينكا. أنا بس ركزت على الكلمات اللي مشت في لغة الدينكا من لغة العربية، مثلا طباشير. طباشير ما موجود، الطباشير عندنا في مجتمع بتاع الدينكا أو في جنوب السودان، كل قبيلة من هذه القبائل عندها لغة ولهجة، احتكاك مع اللغة العربية أو مع المتحدثين اللغة العربية، فهم بياخذوا الكلمة اللي ما موجودة في لغتهم، وبالتالي أنا بتكلم من زاوية بتاعت دينكا. صحيح. طيب هل كيف ممكن، يعني أنت شايف وسط الأجيال الحالية أنت ممكن يكون مشروع بالنسبة للأجيال هناك في الجنوب بالتحديد لقبيلة الدينكا؟ هو شنو يعني مكان بس فقط لتسهيل النطق، لتسهيل النطق، فأي احتكاك بين قبيلتين أو مجتمعين بيحصل تجاوب، وبالتالي بيحصل تبادل ما بين الكلمات، إذا كان اللغة طبعا كوسيلة بتاع التواصل. يعني مثلا التجار الذين قدموا إلى جنوب السودان كانوا طبعا يبيعون بضاعتهم للمواطنين، فمثلا هم يسمعون صابون، مثلا صابون، هم لأنه بيعملوا استسهال لنطق الكلمة، بقول أصابون، بضيفوا الهمزة، أصابون، بضيفوا الهمزة بدل صابون لأنه صعب عليهم، وللتسهيل بيقول أصابون، وتصهر معرفة. نعم. وبالتالي يعني أفتكر إنه بيكون في فهم وفي معرفة برضو من الجانب بتاعة العربي بيع صابون، لما يجي يقول دينكا يقول أنا داير
أنكور صابون أصابون ها، وطوال حيعرف إنه ما صابون ده صابون زاره الأخذ الإحراف ده صوتي. بالتالي يعني بيحصل تواصل وبيحصل تفاهم يعني. طيب أستاذ شول، يعني تتعدد بيئات جنوب السودان نفسه يعني، والتداخل بتاع الثقافات مع بعض، قدر كيف المزيج ده شكل إنسان جنوب السودان هو في وحدته؟ أيوة، هو طبعا التنوع الموجود في جنوب السودان نفس التنوع اللي كان الموجود الآن في السودان. وزمان نحن بنتعامل مع السودان بكتلتين، كتلة شمال وكتلة جنوب، لكن كتلة شمالية تحتوي على تعدد لغات وثقافات وأنماط كثيرة جدا، لكن كانت بتضمها فقط الخارطة الجغرافية شمال السودان. كذلك لما نقول جنوب، جنوب السودان برضو فيه تعدد لغوي وثقافي وديني وحاجات كثيرة جدا. نحن بنحتاج لأنه يكون فيه احترام، يكون فيه وعي بالآخر، يعني ما تكون فيه أنانية، ما تكون فيه الإحساس بأنه في لغة معينة أحسن من اللغات الثانية، إنما هي كلها لغات عبارة عن وسائل للتواصل. نحترم هذه اللغات ونتعامل عبر الذات، بيحترم الذات الأخرى. أنا أفتكر إنه بيكون في تفاهم، بيكون في تقارب، بيكون في وحدة. يعني دائما الإخصاء والتعالي ده اللي بيخلق التوتر. لكن إذا كان الجنوبين يعني استفادوا من وجودهم في السودان، لأنه التنافر اللي كان موجود إنه في هيمنة بتاع ثقافة معينة يبقى عبارة، أنا كنت بقول الزمان وأنا السودان وحد حسي، أنا بقول إنه كانت في هيمنة بتاع الثقافة العربية الإسلامية، ودي كانت بتعمل تصادم مع الثقافات الأخرى. وبالتالي أي جنوبي كان بيحاول إنه يثبت إنه ثقافته دي زادة مهمة، وده كان اللي بيحصل التنافر. وهدي حاسي في الجنوب برضو كعادة التعدد ده برضو لسه خالق إشكاليات. فأنا أتمنى إنه الإخوة في جنوب السودان، وأنا أحييهم جميعا، إنه يقفزوا فوق الحواجز دي ويلتقوا في منطقة بتاعتهم، هم بشر ويتعاونوا، كل زول يحترم الآخر ويكون في يعني هوية مشتركة بيناتهم باعتبارهم بيعيشوا في بيئة واحدة، وهذا التنوع يبقى قوة بالنسبة لهم، يبقى ثراء وقوة، صحيح. ما يبقى عنصر بتاع خلافات وكذا. صحيح. نعم. أستاذ شول، يعني الحديث معك ما بتقتصر المساحات الضيقة، لأنك أنت ما شاء الله موسوعة في مجالات مختلفة، وإن شاء الله نلتقيك في مساحات أوسع، لكن في جزء أخير عشان تكتمل الصورة والتعريف اللي ابتدرنا به وحديثنا معك أنت. نعم. المؤلفات بتاعتك شنو لسه بعد لسه تحت الطبعة، المفروض ترى النور قريبا يعني؟ والله يا أخي تقدر تقول نحن طبعا الناس الكتاب ديل هم في منهم منتجين ومكثرين، وفي ناس مقلين. أنا من الناس المقلين ودون الخوض لأسباب. أنا فقط لي كتاب واحد هو صدر، اسمه كان بحث أكاديمي أصلا، هو أثر اللغة العربية على لغة الدينكا، زي ما أنا أشرت قبيلي شرنا له في حديث. يعني كنت بلاحظ وكنا كنا في مدارس الوسطى، مدارس الوسطى والثانوية، إنه في بعض الطلاب بتتعثر عليهم نطق بعض الأصوات. وبالتالي أنا لاحظت إنه في كلمة لما تخش اللغة بتاع الدينكا بتغير صوت. أيوة. فعشان كده أنا قلت نشوف، فلقيت إنه فعلا في تأثير كبير وفي تبادل، وحتى لغة الدينكا برضو في كلمات دخلت. صحيح. شفتها؟ وأما بالنسبة لمشاريع تانية، طبعا أنا ما بتكلم عن اللي حيكون قبل ما يكون. أنا عندي بعتقد عندي بحث كان برضو أكاديمي رسى شلوك بين صورة الواقع، وكان تم إعداده لنشر، لكن لأسباب ما تم نشره إن شاء الله. وكذلك يعني في مجموعة من الأوراق يعني كنت لميتها وجمعتها تحت عنوان فوق الحواجز، وفوق الحواجز هو كان باب ده المقال لا كان باب
يعني عمود في جريده السوداني وفي جريده الانباء. انا مقدر جدا حديثك الشيق ده، وان شاء الله نلتقيك في مساحات اوسع. انا مقدر جدا استاذ شول دينغ، الكاتب والمثقف والناقد الجنوب السوداني الحاصل على ماجستير في اللغه العربيه وكثير من الصفات. كثر خيرك، شكرا جزيلا لك. شكرا. يستمر مدنا المباشر مشاهد